لا شك أن مشروع تدريب الطلبة يعتبر هذا العام 12 على التوالي، حريصين جدا في استثمار أوقات الشباب الكويتي وتهيئتهم للعمل في شركات القطاع الخاص المختلفة من خلال تنويع مصادر التدريب وتنوع أنشطتها ومجالاتها، وحريصين كل الحرص بأن نصنع جيل من الشباب الكويتي قادر أن يدخل سوق العمل وهو يتمتع بمهارات عالية وتدريب احترافي. وايد حلوة وتجربة جديدة واكتشفت فيها خبرات جديدة ويعني تعامل مع الناس. الدوام هنا شيء حلو واكتسب منه يعني الخبرة والثقة بالنفس وإني اعتمد على نفسي. يستغربون إن شلون الكويتي يشتغل هنا، بس عادي يعني أنا أشوفه عادي ما فيها شيء، الشغل مو عيب. تجربة حلوة خلتني أكسب خبرات وايد، منها الثقة بالنفس ومنها كيفية التعامل مع الأشخاص الآخرين.